يا معشر قريش، الله طيمة الله طيمة، مصيبة مصيبة. ياك لاباس شنو كاين؟ فلوسكم مع أبي سفيان تعرض لها محمد وصحابه. الغوت الغوت. في هاد اللحظة الناس في مكة غادي يحماقوا، وكل واحد منهم بدا كيوجد راسه للقتال، وتيقولوا واش يصحاب محمد وصحابه بلي أنهم بهاد السهولة غادي يسلب منا فلوسنا؟ والله حتى نعلموا محمد وصحابه شكون هو القوم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها يا الله من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوضح لي الشكل حتى يفهم. إنك أنت الأعلم وأنا لا أعلم، إنك علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا وأهلا وسهلا مجددا في حلقة جديدة لكن تأتمة نتاع السلسلة ديالنا. قبل ما ندخل في القصة بغيت نعتذر منكم من قلبي على هاد اليومين اللي كان فيها الصوت عيان في الحلقتين اللي فاتوا، لأنه ببساطة بدأ الجو كيسخن وأنا كنطلق المكيف، داكشي باش كيخلي أنه الصوت يكون مخربق بحال هكاك. إن شاء الله ابتداء من اليوم أنا غادي نصبر على الصهد باش نحسن لكم من الجودة نتاع الصوت وغادي يعجبكم إن شاء الله. فخليني ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ الحلقة ديال البارح. خليناها لما نزل الإذن في القتال. في هذا الوقت بدأ رسول الله كيدرس الطرق كلها من المدينة لمكة ومن مكة للتجارة بالشام، وبدأ كيصفت في السرايا ديالو. في السنة الأولى من الهجرة للمدينة غادي يصفت سيدنا محمد واحد السرية اللي كان فيها سيدنا حمزة اللي هو عم سيدنا رسول الله، لواحد القافلة اللي فيها أبو جهل، ولكن ما وقعش ما بيناتهم قتال. أيضا غادي يصفت سرية واحدة أخرى اللي كانت بقيادة عبيدة، ونهاية رجب غادي صفت المنطقة النخلة سارية واحدة أخرى اللي كان عليها عبيد الله بن جحش، اللي غادي يختلفوا الصحابة واش أنهم يقتتلوهم أو لا. علاش اختلفوا؟ ببساطة لأنه حيتاش هو آخر يوم في رجب، وهذا الشهر هو شهر حرام يعني لا يجوز القتال فيه. اختلفوا قالوا إذا خليناهم دابا غادي يهربوا منا ويدخلوا للحرم، وإذا قتلوهم غادي يصيبوهم، فقرروا باش أنهم يبدأوا القتال. من بعد هذه المعركة غادي تقتلوا أحد المشركين وغادي يأسروا زوج منهم. المشركين غادي يوصلهم هذا الخبر وغادي ينشروا في جزيرة العرب أن سيدنا محمد ما كيراعيش الأشهر الحرم وما محرمش القتال فيها. حنا متفقين معكم باش أننا ما نقتلوش في هذا الشهر، ولكن واش هادشي اللي كديروا نتوما حلال؟ انكم تصدون عن سبيل الله وتخرجوا الناس من بيت الله وتمنعوهم من الطواف؟ اذا كان القتال حرام فكيف للشرك بالله وتلزموا الناس بلي انهم يكفروا بمولانا؟ لقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني فتنة الناس على دينهم هي أكبر من قتلهم. غادي يرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك الأسيرين وغادي يعطي الدية للمقتول، المقتول داك المشرك، داك المشرك اللي تقتل. وبدات سارية من بعد سارية كيخرجوا. أما هذوك المنافقين اللي بينوا في الأول بلي أنهم آمنوا ويصحاب لهم أن الإسلام هو غير الصلاة والصيام، وما كانوش عارفين بلي أنه القضية غادي يكون فيها القتال والسيوف والدم والفتن اللي فاش غادي ينزل بحيلة نزلت عليهم الموت. رسول الله وصحابه قاعد ديك الفترة كانت القبلة ديالهم هي بيت المقدس، ومع هذا كان رسول الله تيشوف في السماء وباغي بلي أنه القبلة تبدل لبيت إبراهيم واللي هي الكعبة، ولكن لدابا مازال ما نزلش هاد الإذن. غادي يجي شهر شعبان من السنة الثانية من بعد الهجرة، وغادي ينزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. رسول الله غادي يفرح حيتاش هو أخيرا داكشي اللي كان باغي. الصحابة كانوا تيصليو، فاللحظة غادي يجيهم واحد المنادي تيقول لهم أن رسول الله أمرنا باش نحولوا القبلة من بيت المقدس للكعبة، حتى حد ما تردد وهم تيصليو غادي يبدلوا القبلة. في هذا الوقت بعض اليهود والمنافقين بداو كيدخلوا الشكوك حول الإسلام والمسلمين، استغلوا هذه النقطة وبداو تيقولوا سنوات هما تيصليو البيت المقدس ودابا غادي يحولوا القبلة للكعبة، هادشي راه لعب في الدين. إن كانت القبلة الأولى على حق دابا هو على باطل، وإن كان على حق فقديما كان على باطل. وبداو تيثيروا الشكوك ما بين الناس وكيفتنوا بهم، ومولانا غادي يسميهم بالسفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. مولانا جاوبهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم. هذا التحول كان اختبار وفتنة الأهم للإيمان باش يبين مولانا شكون اللي غيتبع رسول الله وشكون اللي غادي يتقلب عليه. بعض الصحابة غادي يمشوا لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا ليه عندنا إخوان كانوا تيصلوا للبيت المقدس وماتوا قبل ما يصلوا للكعبة، شنو الحكم ديالهم يا رسول الله؟ شنو الحكم ديال الصلاة ديالهم؟ هنا مولانا غيسمي الصلاة إيمانا، خبرهم باللي أنه ربي ما غاديش يضيع هاد الصلاة، غادي تحول القبلة من بيت المقدس للكعبة في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. غادي يصيح الخبر رسول الله بلي أن واحد القافلة تجارية كبيرة فيها 1000 بعير وهز الأموال ديالها اللي خرجت من مكة للشام، وعرف بلي أنها غادي ترجع مرة أخرى. هاد القافلة اللي كان عليها أبو سفيان بن حرب، غادي يخبر رسول الله صحابه بهذا الأمر وقال لهم سيروا خرجوا لديك القافلة اللي فيها أموال قريش اللي تسلبات منهم، لعلكم أنكم تحصلوا على ديك الأموال، راه قريش سلبات منكم فلوسكم. فعلا الصحابة غادي يخرجوا منهم 300 واحد، وواحد النفر اللي غادي يهز معهم سلاحهم، والنفر هو تيكون ما بين 3 حتى 10 ديال الأشخاص، ما كان وسطهم إلا 2 ديال الفرسان، زبير بن عوام والمقداد. غادي يخرج الجيش من المدينة وعطى رسول الله اللواء المصعب بن عمير وقسموا الفرقتين المهاجرون والأنصار. المهاجرون غادي يرأس عليهم علي بن أبي طالب، والأنصار كان عليهم سعد بن معاذ. هنا غادي يسيق الخبر أبو سفيان داك اللي خرج بديك القافلة ديال قريش، داك الكافر غادي يصيفط واحد الرسول بالزربة لمكة باش يحذرهم باللي أنه فلوسهم ستسلب. هنا رسول الله وحتى صحابه ما كانوش متوقعين هذا الأمر، غادي يجيهم واحد رسول سميتو ضمضم الغفاري اللي غادي يسرع لمكة وغادي يقطع حوايجه وغادي يبدا كيغوت وسط الناس، يا معشر قريش الله طيمة الله طيمة، زعما مصيبة مصيبة، ياك لاباس شنو كاين؟ فلوسكم مع أبي سفيان تعرض لها محمد وصحابه، الغوت الغوت. في هاد اللحظة الناس في مكة غادي يحماقوا وكل واحد منهم بدا كيوجد راسه للقتال وتيقولوا واش يصحاب محمد وصحابه بلي أنهم بهاد السهولة غادي يسلب منا فلوسنا، والله حتى نعلموا محمد وصحابه شكون هو القوم. في هاد اللحظة قريش نوات على خزيت، غادي تجهز مكة كلها بسلاحها ورجالها والفرسان ديالها وأي حاجة ما كيملكوها. تخيلوا غادي يخرج 1300 رجل مع أشراف قريش، أما الفرقة ديال رسول الله كانت غير 300 واحد. ما غادي يبقى إلا أبو لهب اللي غادي يخترع واحد العذر وغادي يصيفط في بلاصتو واحد الرجل، أمية بن خلف حتى هو نوى يجلس، ولكن جا صاحبه عقبة بن أبي معيط قال ليه يا أمية أنت تطيب وتزين فأين من النساء؟ قال لي علاش قلتي هكا؟ قال ليه ما كيخلي القتال إلا النساء. جاوبو قبحك الله وقبح ما جئت به، وغادي نوض يوجد راسو وما بقى من الأسياد حتى شي حد غير أبو لهب. تخيلوا إبليس غادي يجيهم بالصورة نتاع سراقة بن مالك وقال لهم وعباد الله انتم اليوم غالبين وأنا جاركم من كنانة، وكنانة ما غاديش تقرب منكم، خرجوا قاتلوا محمد وصحابه وراكم اليوم غادي تنتصروا. كان تيحرضهم سخوت الوالدين وتيشجعهم باش أنهم يمشيوا يتحاربوا، غادي تشجعوا ويتوجدوا. أما أبو سفيان غيتم راجع بالقافلة وغير حاضي راسه، وهنا إذا به غادي يسيق الخبر بلي أنه الطريق الرئيسي مناش غادي يدوز رادات منه رسول الله وصحابه، وما بقاو ليهم والو يوصلوا عليه. أبو سفيان غادي يمشي بطريق واحدة أخرى طريق الساحل باش يهرب بالعير والفلوس اللي كانوا حارسينها 40 رجل. أبو سفيان صفت الأهل لمكة باللي أنه فلت من محمد وصحابه، كفار قريش اللي توجدوا فاش عرفوا هاد الخبر بغاو يرجعوا فحالهم، ولكن إبليس غادي يشجعهم باللي لا ما ترجعوش تقدموا وقاتلوا وهذه هي الفرصة ديالكم، وباللي انتم اليوم راكم غالبين. أبو جهل قال لهم والله لا نرجع أبدا، غادي نمشيو لبدر نجلسوا فيها 3 أيام نشطحوا ونغنيو ونسكروا ونخليو العرب تسمع علينا. فعلا خرجت قريش، الأخنس بن شريق زعيم بن زهرة غادي ينسحب ونسحبوا معاه 309 رجل، وبقاو غير 1000 مقاتل اللي غادي لبدر. جيش المسلمين اللي كان كيتمنى لو كان الحق على أبي سفيان، ولكن ساقوا الخبر بلي أنهم هربوا منهم، ولكن ضروري ما يواجهوا الجيش نتاع أبي جهل ويقاتلوه، ولكن المسلمون ما كانوش مستعدين لهذا الأمر. رسول الله غادي يجمع صحابه قال لهم اقترحوا عليا شنو ندير، اذا حنا رجعنا للمدينه غادي يهاجمونا فيها، واذا واجهناهم حنا راه ما مستعدينش لهذا الامر. المقداد غادي يقول يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعد، لا بل اذهب انت وربك فقاتل انا معكما مقاتلون،
غيفرح رسول الله بهذا الكلام وقال لهم اشيروا علي ايها القوم، بغى الراي ديال الانصار اللي بايعوا سيدنا محمد على القتال في المدينه وماشي خارج المدينه. سعد بن معاذ قال كانك تريدوننا يا رسول الله. قال اجل، بغيتكم نتوما. قال ليه يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وبيعناك على القتال والإيمان، ولك منا السمع والطاعة، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضت لخضناه معك، غنكون معك رجل واحد. سعد بن معاذ كيدوي على الأنصار نفسه وقال والله ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لنكره أن نلقى العدو غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا إلا الخير. فرح رسول الله وقال لهم سيروا سيروا أبشروا، فإن الله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني مصارع القوم. غادي يتحرك رسول الله مع الجيش نتاع المسلمين باتجاه بدر، وغادي ينزلوا قريب من بدر. غادي يمشي سيدنا ابا بكر مع سيدنا رسول الله يكتشفوا المكان، ولقى رسول الله واحد الشيخ اللي كان كبير من العرب، مشى لعندو وسولو ايها الرجل، خبرنا عن قريش والجيش ديالها، اخبرنا عن محمد وعلى الاصحاب ديالو. قال ليه ممن نتوما، من انش من فرقه نتوما، زعما واش من قريش والجيش ديالها ولا من محمد وصحابه؟ قال لي الحبيب ما غاديش نقول لك حتى تقول لينا. قال ليه اخبرت ان قريشا خرجت في هذا اليوم، وهذا اللي خبرني اذا كان هو صادق راه دابا غادي يكونوا في هذه البلاصه، واخبرت باللي انه زعما قالوا لي باللي انه محمد وصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، وهذا اللي خبرني اذا كان صادق غادي يكونوا دابا في هذا المكان. وهو يسولو ممن انتما، قال لي نحن من ماء، وزاد في حاله. الرجل بدا كيسول اي ماء هذا، واش الماء ديال العراق؟ سيدنا رسول الله كان تيقصد الماء اللي خلقوا منه الانسان، وعطى هذا الجواب باش يغيبوا على شكون هو. غادي يرجع رسول الله للجيش ديالو، فجليل غادي يصيفط 3 يجيبوا ليه الخبار، علي والزبير وسعد. صيفط رسول الله باش يستكشفوا المكان، وصلوا لواحد البير في بدر، لقاو غلامين كيهزوا الماء من البير، شدوهم وسولوهم شكون نتوما؟ قالوا حنا كنسقيو القريش. غادي يدوهم لعند رسول الله اللي كان تيصلي، غيشدوهم ويسولوهم ولمن كتسقيو؟ قالوا لهم القريش. غادي يضربهم وعاودوا نفس الجواب وعاوتاني يضربوهم. الصحابه ما كانوش باغيين هذا الجواب، كانوا باغيين يسمعوا كنسقيو ابو سفيان. فاش قالوها خلاوهم الصحابه. رسول الله قال لهم فاش صدقوكم ضربتوهم، وفاش كذبوا خليتوهم. مشى رسول الله تيسول الغلامين اين القوم، قالوا لهم راه من مورا هذا الكثيب. شحال بهم؟ بزاف. شحال عددهم؟ ما عرفناش. وشحال تينحروا؟ نهار تينحروا 9 من الابل ونهار تينحروا 10. قال الحبيب لصحابه هما راه ما بين 900 حتى 1000، وشكون منهم الاشراف؟ عتبه وشيبه وابو اختاري وأمية وفلان وفلان وفلان. قال رسول الله أيها الناس إن مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها، زعما جاو غير الأسياد والأشرف ديالها. غادي يوصل رسول الله وصحابه البدر، غيمشي عند خباب بن المنذر. يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله عز وجل؟ من تقدموا عليه من تأخروا، أو لا هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال الرأي والحرب والمكيدة. قال لي إذن ماشي هذا هو المنزل يا رسول الله، المنزل عند أدنى بئر من القوم، ونبنيو حوض ونعمر بالماء ونتقاتلوا مع القوم ونشربوه وما يشربوش. ابتسم رسول الله وقال ونعم الرأي، وهو ياخذ بالرأي ديالو. غادي يجي لعندو سعد بن معاذ وقال ليه يا رسول الله نبنيو ليك واحد المقر اللي تجلس فيه تخطط للمعركه. غادي يقبل وفعلا غادي يبنيوه ليه. غادي يجي واحد الفتيه شابه من الانصار، غادي يطوعوا في انهم يحرسوا الحبيب لانه هو القائد ديال المعركه وامام هذه الامه. من بعد ما نظم الجيش وعطى كل واحد البلاصه ديالو والوظيفه ديالو، فبدا كيهز ليهم في المعنويات وكيخدم ليهم على النفسيه ديالهم. بدا تيقول لهم هذا المصرع نتاع فلان غدا ان شاء الله، وهذا المصرع نتاع فلان غدا، وكيبين ليهم بلي انهم قادين، حتى هز ليهم المعنويات وعطاهم الثقه في النفس. غادي يبات جيش مكه خايفين واخا كانوا اكثر منهم. غادي يصيفطوا واحد الرجل منهم اللي سميتو عمير باش يمشي يشوف الجيش نتاع المسلمين، وهو يرجع لعندهم سولو شو شفتي؟ قال لهم هما بهم 300 واحد تقريبا. ومن بعد قال يا معشر قريش والله لقد رأيت البلايا تحمل الملايا نواضح يثرب، زعما تحمل الموت، الموت معهم، والله ما يموت شي حد منهم حتى يقتل رجل منكم. خافوا الناس، حكيم بن حزام بغى يسحب الجيش بغى يتراجع، هبط لهم المعنويات. فإذا بحكيم غادي يمشي لعند عتبة وقال ليه قنع الناس باش أننا نتراجعوا. مشى عتبة فعلا كيخطب وسط الناس، علاش كتقتلوا الناس؟ خليوا محمد والعرب. فهاد الوقيتة غادي يسمع أبو جهل بهذا الكلام وغضب وقال على عتبة انتفخ سحره أما رأى محمدا. من بعد غيمشي أبو جهل الخبيث بغى يقاتل حيتاش في قلبه الحقد على رسول الله. مشى لعند عامر
اللي تقتل خوه من قبل، وهو يقول ليه خصك ترجع الثأر ديالك ونض عامر للناس، وهو تيقول وا عمراه كانت كيتفكر الثأر ديال خوه وغادي ينوض فيهم الغضب وعطاهم الحماس وخلاهم انهم يستعدوا من جديد للقتال. وصل الليل 17 من شهر رمضان، وكانت ليلة الجمعة من السنة الثانية من الهجرة. جيش المسلمين غادي يعسكر تما، يعني غادي يباتوا ديك الليلة تما، وحتى جيش المشركين. سيدنا رسول الله غادي يدوز الليل واقف كيصلي، والمؤمنين ربي غادي ينزل عليهم النعاس باش انهم يرتاحوا. غادي يطيح الشتاء رحمة عليهم وعذابا على الكافرين. ليغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هاد الليلة الصباح ديالها غتكون أعظم معركة دازت في تاريخ الأمة. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، تتم غادي نخليها لكم غدا لأنها رائعة. أما سؤال حلقتنا اليوم هو، دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقوا في حلقة الغد بصحة فطوركم. سلام سلام.